فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. ما زلنا بفضل الله بفضل من ربنا ونعمة مع كتاب المغني، وما زلنا في كتاب الطهارة ونحن على مشارف الانتهاء من كتاب الطهارة، وهذا أسرع الله بنا إسراعا لهذا الكتاب ولله الحمد والمنة. كتاب الطهارة باب الحيض، كتاب الطهارة باب الحيض. طيب كتاب الطهارة باب الحيض. قال فصل: وإذا رأت في شهر خمسة أسود ثم صار أحمر واتصل، وفي الثاني كذلك ثم صار الثالث كله أحمر، ثم رأت في الرابع مثل الأول، ثم رأت في الخامس خمسة أحمر ثم صار أسود واتصل في حيضها الأسود من الأول والثاني والرابع، وأما الثالث والخامس فلا تمييز لها فيهما لأن حكم الأسود في الخامس سقط لعبوره. فإن قلنا العادة تثبت بمرتين جلست ذلك من الأشهر الثلاثة وهي الثالث والرابع والخامس، وإن قلنا لا تثبت إلا بثلاثة جلست ذلك من الخامس لأنها قد رأت ذلك في ثلاثة أشهر، وقيل لا تثبت لها عادة وتجلس ما تجلسه من الخامس من الدم الأسود لأنه أشبه بدم الحيض. والصحيح في هذا الباب هذا الكلام على المرأة التي استمر دمها، المرأة التي استمر دمها، إذا استمر دمها وعبر أكثر مدة الحيض. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فعبر أكثر مدة الحيض إلى 15 يوما فإن هنا ينظر فيها لأنها مستحاضة في هذا الباب، لكن هو يتكلم في هذا الباب على لما سقط منك بعض الدروس يا أيتها الكريمة رضى الله لما. فهنا نقول بأنها في هذا الباب عادتها عند الحنابلة بتعرف بالثانية أو الثالثة، والصحيح أن العادة تعرف من مرة واحدة، العادة تعرف من مرة واحدة. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. تعرف من مرة واحدة، يعني العادة تعرف بمرة واحدة. الحنابلة يقولون بمرتين أو ثلاثة، والحق أنه العادة لا تحتاج إلى تكرار، لكن إذا استمر الدم معها وعبر 15 يوما هنا ينظر فيها لأنها مستحاضة ويكون لها أحكام إما التمييز وإما العادة ورجوع إلى العادة. يقول فصل: إذا رأت في كل شهر 15 يوما دما أسود و15 أحمر، فالأسود كله حيض لأنه يصلح أن يكون حيضا وقد رأت فيه أمارة الحيض فيثبت كونه حيضا. طبعا أن يقول بأن الأسود هو الحيض، ابن عباس قال الحيض هو الأحمر البحراني، لكن هنا الأسود هو الحيض لقول النبي صلى الله عليه وسلم دم الحيض أسود يعرف، وفي رواية دم الحيض أسود يعرف، يعني هو أسود ثخين له رائحة فيعرف أنه دم الحيض، تعرفه المرأة أو أنه له كما قلنا يعرف له رائحة يعرف بها. مسألة: قال فإن لم يكن دمها منفصلا وكانت لها أيام من الشهر تعرفها أمسكت عن الصلاة فيها واغتسلت إذا جاوزتها. والمعنى هنا أننا نقول إن استمر معها الدم واستمر نزول الدم وعبر 15 يوما الذي هو أكثر أيام الحيض فعبره، فنقول الآن قفي، لا يمكن أن يكون هذا من حيضك، هل لك عادة كنت تحفظينها؟ فتقول نعم ستة أيام. فإذا كانت تحفظ عادتها رجعت لعادتها، رجعت إلى عادتها، فعدت هذه العادة ستة أيام، وفي اليوم السادس تغتسل وتصلي، في اليوم السادس تغتسل وتصلي. وهذا القسم الثاني الذي لها فيه عادة، أنها لها عادة ولا تمييز لها لكون دمها غير منفصل، أي على صفة لا تختلف ولا تميز. والمعنى إيش؟ المعنى أنه يأتيها أسود مستمرا، يكون مستمرا ويعبر 15 يوما، يعني يأتيها على عادة على وتيرة واحدة غير متميز. المتميز هو الذي يأتي مثلا في خمسة أيام أسود وبعد ذلك أحمر بحراني،
أو يأتي أحمر، ثم بعد ذلك بعد اليوم الخامس أو السادس أو السابع يأتي كالمكدر كالسفرة والكدرة، فهذا يكون دم، فيكون الدم متميزا، فتكون هي مميزة فتعمل التمييز. ما معنى تعمل التمييز؟ يعني تقدم التمييز في ذلك. فإن لم يكن دمها منفصلا وكانت لها أيام من الشهر تعرفها أمسكت عن الصلاة فيها واغتسلت إذا جاوزت، يعني أعملت العادة فاغتسلت. وهذا القسم الثاني، وهي من لها عادة ولا تمييز لها، لكون الدم دمها غير منفصل على صفة لا تختلف ولا يتميز بعضه من بعض على ما ذكرنا في المميزة. وكذلك إن كان منفصلا، إلا أن الدم الذي يصلح للحيض دون أقل الحيض أو فوق أكثره فهذا لا تمييز لها فيه. الدم الذي يصلح أن يكون دم حيض اللي هو الأسود الثخين الذي له رائحة، إن كان أقل أو كان أكثر فلا يمكن أن يقال هذا دم حيض، نعم. فهنا أيضا إذا كانت لها عادة قبل أن تستحاض، جلست أيام عادتها واغتسلت عند انقضائها، ثم تتوضأ بعد ذلك لوقت كل صلاة وتصلي، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي لكم العفو والسماح، وهذا أدب منكم، وأدب المرء هو رأس أمره، أدب المرء هو رأس أمره، رضي الله عنكم جميعا. قال فإذا كانت لها عادة قبل أن تستحاض، جلست أيام عادتها، يعني تستحاض، قلنا ما معنى تستحاض؟ كما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني أسج سجة، يعني الدم ينزل بغزارة، يعني فمعناها هو نزول الدم باستمرار دون انقطاع، ويعبر الخمسة عشر يوم، يعبر أكثر أيام الحيض. فهنا العلماء يقولون تعتبر بعادتها، وهذا قول أحمد، وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي أيضا. فإذا كانت لها عادة قبل أن تستحاض، جلست أيام عادتها واغتسلت عند قضائها ثم توضأ بعد ذلك لوقت الصلاة وتصلي بها، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. وش معناه هذا؟ معناه أنها تتوضأ لكل صلاة، وقال مالك لا اعتبار بالعادة، إنما الاعتبار بالتمييز. فإن لم تكن مميزة استطهرت بعد زمان عادتها بثلاثة أيام، إن لم تجاوز 15 يوما وهي بعد ذلك مستحاضة، واحتج بحديث فاطمة بنت حبيش الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء قرؤك فدع الصلاة، فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي. والحديث أم سلمة وقد روى في حديث فاطمة أن النبي قال لها دع الصلاة أي قدر الأيام التي كانت تحيضهن فيها ثم اغتسلي وصلي. قال دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفي لفظ هنا قال فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. ورأت أم حبيبة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم، فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. وكل ذلك فيها دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تغتسل بعد مرور الوقت الذي كانت تحفظ عن نفسها بعادة، ثم تتوضأ لكل صلاة. طبعا هذه المرة المستحاضة كيف تكون صلاتها؟ تغتسل بعد العادة وتغسل المحل وتتحفظ، تستثفر وتصلي، وتفعل ذلك في كل صلاة، تفعل ذلك في كل صلاة، والمعنى بأنها يعني تتوضأ، تغتسل بعد العادة ثم تغسل المحل ثم تستثفر ثم تتوضأ لكل صلاة، وفي كل صلاة تفعل ذلك، يعني تتوضأ لا تغتسل. وفي لفظ إذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي.
وروت أم حبيبة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك صلي. وروى عدي ابن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضأ عند كل صلاة. رأيتم ماذا قال؟ قال تدع الصلاة أيام أقرائها، تضع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي وتتوضأ عند كل صلاة. عليكم السلام كده. سبحوني هذا طالب علم، وطالب علم لا يؤخر، يعني كأننا ما زلنا في الدرس، فسامحوني أعتذر لكم. وهو أصلا محمد حجر الله تعالى أيضا كتب لهم القبول، رجل يجتهد جدا في الطلب وفي الإعطاء، وفقه الله لكل خير وبر. إذن هي تغتسل بعد مضي الأقراء ثم تتوضأ لكل صلاة وتغسل المحل وتتحفظ. قال فصل ولا يختلف المذهب أن العادة لا تزبط بمرة، وهذا الحق أنها عجيب جدا أن يقول أن العادة لا تزبط بمرة، والصحيح الراجح في هذا الباب أن العادة تزبط بمرة. قال ويختلف المذهب ومذهب الحنابلة، نعم أن العادة لا تزبط بمرة، وظهر المذهب الشافعي أن تزبط بمرة، وقال بعضهم تزبط مرتين لأن المرأة إذا استفتت لها التي استفتت لها أم سلمة ردها للشهر الذي يلي شهر الاستحاضة، ولأن ذلك أقرب إليها فوجب ردها إليه، ولأن أن العادة مأخوذة من المعاودة ولا تحصل المعاودة بمرة واحدة، والحديث حجة لنا، ولأنه قال لتنظر عدة الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، وكان يخبر بها عن دوام الفعل وتكراره، ولا يحصل ذلك بمرة، ولا يقال لمن فعل شيئا مرة كان يفعل. وفي الحديث تدع الصلاة أيام أقرائها، والإقراء جمع وأقله ثلاثة، وسبب الحديث الدالة على العادة تدل على هذا، ولا نفهم من اسم العادة فعل مرة بحال. والصحيح أن العادة تثبت بمرة واحدة، وش الدلالة على أنها لا تثبت إلا بمرة بمرتين أو بثلاث؟ ما في أي دلالة على ذلك. الصحيح أن العادة تثبت بمرة واحدة، بأنها لو جاءها الدم ستة أيام إذن فهي على ستة الأيام، يعني العادة تكون ستة أيام، فلا تحتاج أن تقول يأتي الشهر الثاني فأنظر في ستة أيام والشهر الثالث فأنظر، فتكون العادة تثبت بمرة واحدة، لأنها جبلة خلقها الله على ذلك، جبلة خلقها الله على ذلك. واختلفت الروايات هل تثبت مرتين أو ثلاث، فعنه أنها تثبت مرتين لأنها مأخوذة من المعاودة وقد عودتها في مرة ثانية، وعنه لا تثبت إلا بثلاث ظهر الحديث، وما في أي حديث يثبت أن العادة لابد أن تقف على ثلاث، ولأن العادة لا تطلق إلا على ما كثر وأقله ثلاثة، ولأن أكثر ما يعتبر له التكرار يعتبر ثلاثا كأيام الخيار في المصرات. وكل ذلك كما قلنا من ناحية النظر قريب أو بعيد، لأنه مسألة تعم بها البلوى، ومسألة أصالة جبلة في المرأة، فمعلوم أنه لابد من إيضاح. لو كانت العادة لا تثبت إلا بثلاث مرات لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم نصا، أو بيانه النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا، وما من حديث لا في الظاهر ولا في النص يثبت ذلك. فالعادة جبلة تثبت لها بمرة واحدة، الله جل وعلا فطرها على ذلك وجب لها على ذلك، ولذلك هذه أحكام خاصة بالمرأة. وتثبت العادة بالتمييز، فإذا رأت دما أسود خمسة أيام في ثلاثة أشهر أو شهرين على الرواية الأخرى، ثم صار أحمر واتصل، ثم صار في سائر الأشهر دما مبهما، كانت عادتها زمن الدم الأسود. فصل والعادة على ضربين متفقة ومختلفة. المتفقة أن تكون أياما متساوية كأربعة في كل شهر، فإذا استحيضت جلست الأربعة فقط، يعني امرأة كانت تعتاد في كل شهر أربعة أيام تأتيها الحيضة، ثم بعد ذلك فإنها لما استمر معها الدم كانت تأتيها العادة أربعة أيام، فأخذت بالأربعة أيام وقالت هذه عادتي، فبعد اليوم الرابع تغتسل وتتوضأ لكل صلاة كما فصلنا. وأما المختلفة يعني عادة مختلفة تأتيها أربعة أيام، تأتيها خمسة أيام، يعني مختلفة متنوعة في هذا الباب. قال أما المختلفة فإن كانت على ترتيب
مثل إن كانت ترى في شهر ثلاثة وفي الثاني أربعة، يعني متنوعة، تأتيها الحيض متنوعة. وكثير من النساء كذلك، يعني كثير من النساء لهن مثل ذلك، ثلاثة وفي الثاني أربعة وفي الثالثة خمسة، ثم تعود إلى ثلاثة ثم إلى أربعة على ما كانت. فهذه استحيضت في شهر فعرفت نوبته عملت عليه، ثم على الذي بعده، ثم على الذي بعده على العادة. وإن نسيت نوبته حيضناها اليقين، واليقين وثلاثة أيام، ثم تغتسل وتصلي بقية الشهر. والحق أن نقول في غالب حيض النساء ستة أيام أو سبعة أيام، قال تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام. فاليقين ثلاثة، هذه من أين أتيت باليقين ثلاثة؟ هل هو أقل الحيض عندك ثلاثة؟ نقول لا، أقل الحيض يوم وليلة على الراجح الصحيح بما ثبت عن علم أبي طالب موقوفا في هذا الباب. وقد قلنا أن مالك أوضح الأدلة وأقربها إلى الدليل، هي دفعة واحدة كما قال مالك تكون حيضا. لكن إذا قلنا بأننا نردها، نردها إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام، تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام. وإن أيقنت أنه غير الأول وشكت على الألواء الثاني أو الثالث، جلست أربعة لأنها على اليقين، ثم تجلس من الشهرين الآخرين ثلاثة ثلاثة، ثم تجلس في الرابع أربعة، ثم تعود إلى الثلاثة كذلك أبدا، ويجزئها غسل واحد عند انقضاء المدة التي جلستها كالناسية إذا جلست أقل الحيض. ولأن ما زاد على اليقين مشكوك فيه فلا توجب عليها الغسل بالشك، ويحتمل وجوب الغسل عليها أيضا عند مضي أكثر عادتها، لأن يقين الحيض ثابت وحصول الطهارة بالغسل مشكوك فيه فلا تزول عن اليقين بالشك. ولأن هذه متيقنة وجوب ولأنها متيقنة وجوب الغسل عليها في أحد الأيام الثلاثة في اليوم الخامس، قد اشتبه عليها أو صحت صلاتها تقف على الغسل، فيجب عليها لتخرج عن العهدة بيقين كما نسي الصلاة من يوم لا يوم بعينها. شوف انظر هنا، على أساس أنه دائما في القاعدة العامة أن كل ما شككت فيه لا يترتب عليه الحكم، أن كل ما شككت فيه لا يترتب عليه الحكم، وجب عليك أن ترجع من التردد إلى التمسك، إلى المحكم، من المحتمل إلى المحكم، يعني من الشك إلى اليقين. وهذا راجع صح لما ذكرنا، ونفارق وتفارق الناسية فإنها لا تعلم لها حيضا زائدا على ما جلسته، وهذه تتيقن لها حيضا زائدا على ما جلسته لتنوع العادة عندها، لتنوع العادة عندها، فتقف صحة صلاتها على غسلها منه فوجب ذلك. فعلى هذا يلزمها غسل ثاني عقيب اليوم الخامس في كل شهر. وإن جلست في رمضان ثلاثة أيام قضت خمسة أيام، لأن الصوم كان في ذمتها، ولا نعلم أن اليومين اللذين صامتهما أسقط الفرض من ذمتها، فيبقى على الأصل أنه عنده اليقين في المذهب على ثلاثة أيام، وقد وضحت المسألة كيف تكون. ويحتمل أن يلزمها في كل شهر ثلاثة أغسال، غسل عقب اليوم الثالث لأن هذا اليقين عنده، وغسل عقب الرابع، وغسل عقب الخامس لأن عليها عقيب الرابع غسلا في أحد الأشهر، على تنوع العادة عندها، على تنوع، هذا مترتب على تنوع العادة عندها. وكل شهر يحتمل أن يكون هو الشهر الذي يجب الغسل فيه بعد الرابع، فألزمه ذلك كما قلنا في الخامس. وإن كان الاختلاف على غير ترتيب، مثل أن تحيض من شهر ثلاثة ومن الثاني خمسة ومن الثالث أربعة وأشبه ذلك، فإن كان هذا يمكن ضبطه ويعتادها على وجه لا يختلف فالحكم فيه كالذي قبله، وإن كان غير مضبوط جلست الأقل من كل شهر وهي الثلاثة إن لم يكن لها أقل منها وإن اغتسلت عقيب. كل هذا في مسألة كأنها جعلها امرأة مشكلة، هي مشكلة طبعا، ومشكلة لتنوع العادة عندها في كل شهر يختلف من شهر وشهر آخر يأتي بعده. وفي هذا الأمر إذا كلما كان الأمر على الشك يرجع فيه إلى اليقين. ذكر ابن عقيل في هذا الفصل أن قياس المذهب أن فيه رؤية ثانية، وهي إجلسها أكثر عاداتها في كل شهر كالناسية للعدد تجلس أكثر الحيض، وهذا لا يصح إذ فيه أمرها بترك الصلاة وإسقاطها. وطبعا المعلوم أنه إسقاط الصلاة لابد أن يكون بيقين، وإسقاط عنها مع يقين وجوبها عليها، فإننا متى أمرناها بترك الصلاة خمسة أيام في كل شهر ونحن نعلم وجوبها عليها في يومين منها لأنها تأتي بثلاث أيام العادة، ثلاث أيام أو أربعة أيام،
في شهر وفي يوم شهر وفي يوم في يومين وفي شهر آخر فقد أمرناها بترك الصلاة الواجبة يقينا فلا يحل ذلك ولا تسقط الصلاة الواجبة بالاشتباه. سمحوني أن أدع على صفر طيب جيد. كم الناس صلاة يوم من يوم لا يعلم عينها وفارق الناسية فإننا لا نعلم عليها صلاة واجبة يقينا والأصل بقاء الحيض وسقوط الصلاة فتبقى عليه. فصل. ولا تكون المرأة معتادة حتى تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها. وشهر المرأة عبارة عن المدة التي لها فيها حيض وطهر، وقال ذلك 14 يوما تحيض يوما وتطهر 13. وطبعا هذا كله مخرج على أصل المذهب بأن أقل الحيض 13 يوما، والصحيح أن أقل الحيض 15 يوما على ما فصلنا فيه قبل ذلك. وإن قلنا أقل الطهر 15 يوما فأكثر ما يكون الشهر 16 يوما، وأكثره لا حد له لكون أكثر الطهر لا حد له، وهذا صحيح، لكن أقل الطهر على الراجح 15 يوما. والغالب أنه الشهر المعروف بين الناس، فإذا عرفت أن شهرها 30 يوما وأن حيضها منه 5 أيام وطهرها 25، وعرفت أن أوله فهي معتادة، وإن عرفت أيام حيضها وأيام طهرها فقد عرفت شهرها، وإن عرفت أيام حيضها ولم تعرف أيام طهرها أو أيام طهرها ولم تعرف أيام حيضها فليست معتادة، لكنها متى جهلت شهرها رددناها إلى الغالب فحيضناها من كل شهر حيضة ثم رددناها في عدد أيام الحيض إلى 6 أو 7 لكون الغالب. هنا رجعنا للمسألة أصلناها وبيناها بأنه قال تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام. فالمرأة هنا في هذا الباب تنظر إلى مسألة الغالب، والغالب هو الذي ينزل من زيت اليقين عندها في هذا الباب. نعم، مسألة الحيض لابد أن تفهموا جيدا هذه المسألة، صوم تكليف والأحكام فرع على التصحيح. دكتور بعت لي في مسألة الصوم يوم 11، حق نوم الدليل لا يقاوم هذا. سيدنا دكتور، لا يقال مستحب، الأحكام فرع على التصحيح، الحديث ضعيف لم يصح، وإن صح موقوفا هذه تكاليف، والتكاليف تحتاج إلى دليل حوة سعاء وعشراء، لا سيما أنه ثابت في قوله ولئن بقيت إلى قابل، الثابت أنه قال لئن بقيت إلى قابل لا أصومن 9. لا يقال أن 11 مستحب، لكن من صامه خير، من صامه خير، لكن لا يقال مستحب. يا سيدي المسألة أنا أتكلم عن العلة هنا، النزاع التفكير في ذلك مثل الفعل، هذا فعل وهذا فعل، لأن هذا عزم القلب وهذا فعل اليد. لذلك إذا قلنا بالإباحة انتهى الموضوع، إذا قلنا المسألة على الإباحة دائرة فانتهى الموضوع. ولشيخنا همة علت السريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت السريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلفين نقيا. فأخلص لي تربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.